كده بعد ده انا جاهز امشي اخد الاذن من امي واتخارج طوالي. شنو الوجهات دي؟ قاشر كده وماشي على وين؟ الله، انت طالع من غير اذن؟ خطفتها من خشمي، اسي انا جاي من هناك اخذ منك اذن وعارفك حتوافقي. صيغه كبيره، وهي الاذن بتاعك؟ تفضلي يا ست الحبايب. عذر مقبول. اخيرا قررت انك تفتش لك شغل؟ والله انا ماشي، لقيت اي شغل بشتغله، مش احسن لي من المرمطه بتاعت البيت دي؟ بعدين ابوي ده لو عمل لي مشروع زي حق فارس ده ما كان احسن لي؟ فارس اخوك ليه من اللي بسده في الاقساط بتاعت المشروع بتاعته؟ بعدين ده اقول لك حاجه، قبلك في 30 شاب وشابه. الحمد لله يا امي، الصبر طيب، ممكن اخذ الاذن امشي؟ تفضل، ربنا يوفقك سدد خطاك. شكرا يا حاج. مع السلامه. يا العوض ما بعرف ما بعرف ولا داير اعرف. احفظ التقعه تجون. ها العوض امشي اجيب لنا اثنين جبنه خلينا نظبط راسنا ده يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. تعال اجينا تعال. حلا والله ود حلال. هسه انا كنت داير انا هذيك اقول لك امشي اظبط لنا اثنين قهوه كدي ساده بدون دواء انا وعمك العوض ده. وجيب السكر برا. والله يا عم الفاضل كان بودي اخدمكم لكن الليله ياخذ اذن وماشي مقدم لي لي شغل وان شاء الله عليكم انا دعواتكم بس يا اخي. الله يا ياسر يا اخي ان شاء الله ربنا يوفقك يا ابني. امين يا عم العوض. يا جميل يا اخي طريقك ان شاء الله. بعرف يا العوض. قطم ولا كلمه. عجبتك الليله؟ بعرف يا ما بعرف ما بعرف. انا ماشي اجيب لي جبنه وجاي. اعمل لي واحده معك. انت انتظر المضطهد ده لحد ما يجيك. تعرف يا العوض. الله اخواننا اللي بقيت مضطهد في البيت ده. تعرف يا منو انت؟